ينضم إلينا من تونس مراسلنا خليل كلاعي. خليل، حكومة الوفاق أعلنت سيطرتها على خط إمداد رئيسي لقوات حفتر يمتد يعني جنوبي ليبيا وغربها. طعن في التطورات. نعم ماجد، السيطرة على الطريق بطول 350 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة طرابلس يعتبر نتيجة بديهية لسيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني على ترهونة ودخولها كذلك إلى بني وليد، وبالتالي كان من الأهمية بمكان وسط السيطرة على البلدات والمدن التي تقع جنوب بني وليد لتأمين هذه الطريق التي منذ أكثر من شهر ونصف تعرضت إلى ضربات متتالية من قبل السلاح الجوي التابع لحكومة الوفاق الوطني بهدف قطع الإمداد عن قوات حفتر التي كانت تتمركز في مدينة ترهونة. الآن وقعت السيطرة على ترهونة، على بني وليد كذلك، وعلى المدن والبلدات التي تقع إلى الجنوب من بني وليد، وبالتالي كان هذا بديهيا ومتاحا لتأمين هذه الطريق بشكل نهائي، خاصة أن قوات حكومة الوفاق الوطني تستعد وفق ما أعلنت عنه في وقت سابق إلى السيطرة على سرت والجفرة. منذ 72 ساعة على الأقل، منذ أكثر من 72 ساعة، المعارك على تفوم وسط سرت توقفت بشكل شبه تام لوجود قصف جوي متبادل بين الطرفين. توقف القصف المدفعي وتوقفت المعارك على الأرض، ربما الطرفان يحشدان المزيد من قواتهما لجولة مرتقبة جديدة من المعارك، خاصة أن قوات حكومة الوفاق الوطني تقول أنها ما زالت متمسكة بالهدف الذي وضعته عند بدء هذه العملية، عملية دروب النصر، وهو استعادة السيطرة على كامل الحدود الجغرافية لمدينة سرت، وكذلك السيطرة على كامل النطاق الجغرافي للجفرة بما فيها وخاصة قاعدة الجفرة الجوية. هذه الجبهة المفتوحة، جبهة سرت، يبدو أنها ليست الوحيدة ماجد التي تقف نصب أعين سلطات حكومة الوفاق. هناك جبهة أخرى فتحت جنوب طرابلس وكذلك داخل مدينة ترهونة، هي جبهة الألغام وجبهة كذلك المقابر الجماعية. أمس تم العثور على مقبرة جماعية داخل مدينة ترهونة في منطقة قصر بن غشير، وهي نقطة تمركز رئيسية لقوات حفتر في طرابلس. وقع العثور على حاوية مليئة بالجثث المتفحمة. فضلا عن ذلك، فإنه عدد القتلى، عدد ضحايا الألغام التي تركتها قوات حفتر في جنوب طرابلس، خاصة في وادي ربيع وعين زارة، الحصيلة ترتفع كل يوم. البارح سجلنا 7 قتلى و10 جرحى، يعني أصيبوا جراء هذه الألغام المزروعة بكثافة كبيرة جدا داخل منطقتي عين زارة ووادي ربيع. الحصيلة بلغت منذ انسحاب قوات حفتر من جنوب طرابلس إلى حدود اليوم 28 قتيلا، وضعف هذا العدد من الجرحى تقريبا، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا وتحديا حقيقيا أمام قوات الوفاق الوطني، أمام سلطات حكومة الوفاق الوطني تحديدا، التي ربما لا تمتلك الإمكانيات الفنية واللوجستية الضرورية لمواجهة هذا الكم الهائل، دون مبالغة، الهائل من الألغام التي زرعتها قوات حفتر خاصة في منطقتي المشروع وعين زارة وادي ربيع. شكرا لك مراسلنا خليل كلاعي، كنت معنا من تونس.